بسم الله الزملاء والزميلات، السلام عليكم ورحمة الله. طبقا للشارت بتاعتنا خلصنا الجزئية دي، خلصنا الدرجات، دخلنا على التقييم أو الاختبارات الطالب. جيد، عندنا أول حاجة بنعمل في التقييم، أول حاجة بنعمل assessment group، بنقيم التقييمات لمجموعات على حسب أنا هختبر إمتى. خلينا نبص على السيستم. أنا بتكلم على الجزئية دي assessment، عندي الاسسمنت بلان جروب ريزلت وكريتيريا، وعندي هنا كمان الاسسمنت ريزلت تول. جيد، فخلينا نرجع بالعربي. التقييم، اول حاجه بحط فريق مجموعات التقييم، فبقول انا عندي سنه، بحدد السنه، فاقول السنه فيها 2 سمستر، وكل سمستر فيه 2 اختبار، ترم 1 وترم 2، والسمستر الثاني برضو في ترم 1 ترم 2. ابتدي انا اسجل ده. يبقى اول حاجه عملنا اللي هي مجموعه الاسسمنت جروب. ماشي الحال، اللي هي فريق التقييم. بعد كده معايير التقييم، بناء على ايه هقيم الطالب؟ فمثلا على الرايتنج، كتابة، على الشفوي وتحريري، معملي لو انا في علوم، على حسب انا بحط الكاتيجوري ان بناء عليها هقيم هقيم الطالب. طبعا وكل مادة بتختلف في طريقة التقييم، بس دي كل التقييمات اللي موجودة. بعد كده نبتدي نختار. جيد، حطينا. بعد كده هنحط خطة التقييم. يعملنا أول مجموعة، كام اختبار عندي في السنة أو في الترم، بختبرهم على إيه، حطيت المعايير بتاعتي. بعد كده بحط خطة التقييم. في خطة التقييم بيبقى بناء على المجموعات الطلاب، المجموعة الفلانية، عشان دي فيها فصل، كل مجموعة لها فصل هتمتحن فيه أو قاعة. جيد، زي ما أنا حددت في الرومز، ومين اللي بيمتحن، ومين المشرف، ومن الساعة كام للساعة كام. فدي بتبقى المجموعات الخاصة، مثلا زي الفصل الدراسي أو ما شابه. بحط المجموعة وابتدي أقول ده المنهج الدراسي. لو قلنا احنا شغالين على التالتة ثانوي. جيد، باجي بقول ان عندنا اللغة العربية، اختبار اللغة العربية، واحط المعايير بتاعتي هنا. بختار ان انا كل المعايير حطيتها زي ما قلنا ذا رايتنج، بختار بس اللي انا محتاجه. لسه ممكن تكون فيها 10 20، بتختلف من مادة للتانية. جيد، يعني التقييمات بتختلف من مادة للتانية. بحط هنا النتيجة القصوى كام، وبحط هنا لو أنا قلت النتيجة من 100، فبقول له هنا ده 50 والتاني 50. لو عندي 4 أو حاجة بقول له ده 25 وده 25. هنا بحط وده بحدد ده اختبار آني. كل الكلام ده بيتم في بداية السنة، كل حاجة تكون مرتبة. وسمي ده اسم التقييم إيه، تقييم اللغة العربية أو ما شابه. بعد كده باجي للنتائج، بحط هنا بختار نتائج التقييم، بختار طالب طالب، وحط النتيجة بتاعته في كل تقييم خد قد إيه. جيد، دي ماشية الخطة. مثلا خطة التقييم كانت إيه، والطالب الفلاني، وابتدي أسجل طالب طالب ودرجة درجة. ده خيار الأولاني. خيار التاني إن أنا لأ، بيجيب لي عندي هنا أداة تقييم، خلينا نشوف الإنجليش اللي هي assessment result tool. تاني واحدة أداة نتيجة التقييم، بيجيب لي الطلاب كلها مرة واحدة طبقا لخطة التقييم. طبقا للخطة، لسه مشفناش عن خطة، بيجيب كل الطلاب، وبناء عليها بقدر إن أنا أسجل، يجيب لي الليستة بالطالب واكتب الدرجة اللي خدها. دي افضل طبعا، دي هتكون طريقة اسهل من ان انا اخش على النتائج واخش ايه طالب طالب.
جيد، دي كده خاصة بموضوع التقييمات. سلام عليكم.